صباح الخير، بداية عرفين عن نفسك. منى لالا حلبي من دلة الكرمل. منى، احكي لنا شوي عن مجال دراستك. صراحة أنا دارسة تنظيم وتنسيق، هفكاتو رعيم زي ما بقولوا، تنسيق وتنظيم أي حفلات أي مؤتمرات على كل أنواعها طبعا. مجال عملك اليوم؟ مجال عملي هو في تنسيق وتنظيم الحفلات المؤتمرات، أي أنواع اللي هي حفلات اللي احنا متعودين عليها على شتى أنواعها. طبعا أنا كمان مش بس هيك بعلم المجال شغلي، بعمل كثير محاضرات على مجال شغلي، بعمل كورسات، بعمل دورات، لقاءات خصوصي أو لقاءات عامة، وبشتغل كثير مع مراكز كمان مؤسسات اجتماعية. منى، يعني من خلال مجال دراستك ومجال عملك قمت مؤخرا بعمل مشروع مميز جدا جدا وله أبعاد كبيرة، وخاصة لأن هذا المشروع عبر حدود البلاد ووصل إلى دبي. حدثينا أكثر عن هذا المشروع. صراحة هذا المشروع هو مشروع عن جد أنا بعتز إني بحكي عليه، لأنه مشروع كان عبارة عن لقاء دورة عند في مركز معين في البلاد عندنا، اللي هو المركز، إذا بتعطيني مجال أحكي على المركز، هو المركز لصبايا ثنتين نساء مؤسسات رئيسيات لهذا المشروع، اللي هو بحكي عن الخيال الموجه آيرام، اللي هو موجود المركز في عسفيا لأنسة ريم تلحمي، والمركز الثاني اللي هو موجود في بوسنان لصاحبته أنيسي هزيمي. المراكز هاي أنا جيت لعندهن على دورة، أي دورة اللي هي نصحوني فيها، عم بمرقوا محتوى كثير حلو، محتوى كثير بتواصل مع النفس، محتوى اللي هو شدني وبهرني صراحة. على من هذا المنطلق، من بعد ما شفتهن تعلمت معهن، وكنت أمرق دورات كثير، دائما أحاول أكون معهن في كل دورات في كل نشاطات، لأن انشديت لإلهن من كثر ما هن الناس اللي هن عم بيعطوا أهم شيء للإنسانية، يعني الإنسان يتواصل ويتعرف على حاله وذاته. وهذا الإشي من بعد ما شفت حركتهن هون حبيت أخذ المحتوى هذا وأوديه على أبعد نقاط في هذا العالم، لأنه بيستاهل. يعني حكيتي عن المشروع وأنت صاحبة فكرة هذا المشروع، ومشروع مثل هذا منى يحتاج إلى الكثير الكثير من التحضيرات. صح 100%. لما أنت بتيجي في فكرة تحكيها لأي شخص اللي هو عايش في نطاق معين، وبدك تنقله من محل الآمن تبعه وتعطيه فكرة لعالم جديد مثل دبي. دبي احنا زي ما بنعرف اليوم هي مركز العالم، يعني هو دبي اليوم حتى انت بدك تفوت اي مفهوم على دبي اليوم، هو بياخذ لك كثير مستندات، بياخذ لك كثير طاقات، بياخذ كثير زي ما قالوها تعب نفسي وجهد على اساس تفوت فكرتك، لانه في شيء هناك بيمرق في السهل، بدهن يعرفوا رخصته، بدهن يعرفوا مين عمل مع مين، عمل مين اللي جاي، مين جاي يمرق. ومع انه المحتوى تبع السيدة أنيسة والسيدة ريم فات على اهم مؤسسات في دبي، اللي هي مدارس اطفال، مدارس كبار، اللي هي مؤسسات طبية، ايفنت كمان نسائي لناس اللي هي لها مكاناتها، لنساء اللي هي بلوجريوت اللي هن زي معروفين في السوشيال ميديا، اللي كان كل اشي في طريقها محكمة. صراحة أخذ مني جهد، أخذ مني تعب، أخذ مني وقفة، أخذ مني طريقة إقناع، لأني أنا شايفة الصورة قديش هي راح تكون ناجحة. هذا الإشي منساعد أي بني آدم، مش مهم من كان المحتوى اللي بتقدمه هذول السيدتين، محتوى سامي جداً، وأمنت فيه وحبيت أنقله من بعد ما إلي علاقة مع شركة هايبر، لشركة أمريكية في دبي، هي من أحلى وأحسن الشرك اللي هي بتوصل كل فكرة، وهي عادة الموضوع تبعها الأساسي هي لمؤتمرات طبية، لأجهزة طبية، لمستشفيات، عيادات، كل المجال تبعهن هذا المجال. وأنا حاولت في جهدي وفي الإيمان تبعي
إنه هذا الإشي يوصل، فكرتي توصل، حاولته عن طريقهن وقناعتهن في هاي الفكرة. وإحنا كمحتوى تبع سيدة أنيسي وريم فتحت اسم هاي الشركة، وقدرت أصل إنه أوصلهن لغاد. كان إشي كثير حلو وكثير شيق. منى روعة. منى بدي أسألك، يعني من ساعة ما أنت قاعدة وإجتك الفكرة للساعة اللي فتي فيها على دبي مع أنيسي وريم، قديش وقت؟ ممكن تقول تقريبا 8 أشهر اشتغلنا عليه ليل نهار. 8 أشهر من شغل، شغل طبعا مداولات وطبعا حديث وطبعا وجهة نظر، اللي انت كل واحد وجهة نظره، كل واحد مفكر اشي، فيها مخاوف، فيها اعصاب، فيها مش عارفين يعني هني لوين بدهم يوصلوا، اذا هذا الاشي صح ولا لا. اخترت دبي، انا كمان دبي منطقة اللي هي لها رهبتها، طبعا لها حضورها، مش هوين ابدا، بس انا امنت انه هالشيء راح يكون، وعلى هذا الاساس. يعني فتره مثل هاي تحتاج الكثير من الطاقات، من اين تستمدين الطاقات ست منى؟ ما بنكر انه اي رام من بعد ما عشرتن، من بعد ما خط محن النشاطات وخط محن التجارب، كنت محن في دوراتهم اللي بسووها. كمان أنا إنساني اللي بآمن في الطاقات، لأنه إحنا ناس اللي عندنا تواصل، الإنسان اللي عنده تواصل داخلي هو كل شيء بيتخيله وبيفكر فيه رح يوصله، خاصة إذا بيكون إشي إيجابي وإشي اللي هو بيقدر يساعد أي بني آدم، اللي مش مهم وين موجود وفي أي عالم. الطاقات هي بتستمدها من أي شيء حلو في هذا الكون، ومش ناقص شغلات حلو. زي أنا كمان بستمدها من الطبيعة، بستمدها من الرياضة، أنا إنساني كمان رياضية، بستمدها من الدورات اللي مرقتها، وظهر عندي أساس لهذا الشيء. وإن شاء الله دائما تكون طاقاتنا حلوة إحنا وياكم. شكرا. بدي أسألك عن دعمك، دعمك الأول من هو؟ إذا بقول لك شيء بعرفش إذا بدهم ينتقدوني اللي عم بسمعنا، الداعم الأول هو أنا، هي منى، هي إيمانها في ذاتها، هي إيمانها في فكرتها. الداعم الأول أنا بآمن إنه البني آدم هو الداء، هو الدواء، وهو اللي رب العالمين لما أعطانا وخلقنا حط فينا كل الأشياء الحلوة، بس إحنا يا منتواصل معها وبنستمد منها الطاقات، يا إنه إحنا بننساها ونستنى الطاقات تيجي من برا. هل راودتك مخاوف حول نجاح المشروع؟ طبعاً أستاذ عماد، كل شيء له رهبة، وأنا لحد إسا يعني كيف بقوله، هذا كان حلم، الحلم حلمته، فكرت فيه، اشتغلت عليه 2 شهر في راسي، وجاوبت على حالي لما كنت أخطط الشيء أعرضه على حالي وأرجع أجاوب. وبعدين عرضته على السيدتين أنيسي وريم الرائعتين، أنا بعدين أساتذتي، وعن جد أنا بتمنى كل بني آدم في هذا الكون يتعرف عليهم. من بعدها لما أسأل حالي لقيت دائما أجوبة، ودائما الأجوبة كانت إيجابية. من بعد ما أمنت في فكرتي بلشت أشتغل عليهم، قلت لهم هيك أنا شايف اللي إيش اللي بتعطوه محتوى رفع جدا، محتوى اللي هو لازم كل بني آدم في هذا العالم يتعرف عليه ويشوفه، لأنه هذا تتواصل مع إنسانيتنا ومع إحنا كبشر رب العالمين شو أعطانا. من بعد هيك أنا عرضت على الشركة اللي أنا اللي علاقة معها، شركة هايبر، شركة أمريكانية في دبي، عرضت عليها وأخذت وقت كمان تقنعت الشركة، لأنه هون زي ما بتعرفوا في البلاد عنا شوي صعب يستقبلوا شغلات، بس بعدين إحنا قدرنا في من كثر ما المحتوى إله وجوده وإله أهميته قدرنا نفوت لهناك، وقدرنا نفرجيهن إنه عندنا محتوى رائع جدا، وكان عليه كثير شغلات اللي هي إشي برفع الرأس عن جد، إشي كثير حلو، وفاتوا على أهم مؤسسات، أهم مراكز طبية، أهم مدارس. زي ما بنعرف إحنا دبي متعددة الجنسيات، يعني في مدرسة ممكن تلاقي 26 جنسية اللي هن في دبي، وعادة تعرفوا كيف تعدد الجنسيات وتقبل الآخر
وهذا المحتوى إجا ليرقي النفس وليقولهن استنوا، حياة دبي هي حياة زي العجلة، ولما أنت بتوقف مع نفسك وبتلاقي شغلات اللي هي كمان تعطيك الرياحة النفسية وترقي النفس، هذا إشي كثير منيح بفكر. ومن هناك انطلقت الفكرة، وبتمنى أن يكون عندهم بعد أنه راح يكون بعد استمرارية ويقدروا كمان، أنا بتمنى أن يعملوا أكبر مؤسسة في دبي عشان يمرقوا هذا الموضوع السامي اللي من أحلى مواضيع في العالم. يعني أعطيتيني أنت سبب لماذا دبي بالذات، ومع أنه إحنا نعرف اليوم أنه العالم هو أصبح عبارة عن بيت صغير وكل الدول مفتوحة أمام يعني التطور والتقدم، ولكن أنت اخترت دبي، هل هناك يعني أسباب أخرى لاختيار دبي؟ دبي لأنها اليوم دبي مركز العالم، الزوم تبع العالم، كل التطورات كل الاختراعات كل الشغلات الواو بتحدوها في دبي، يعني مع أنه البلاد الأوروبية البلاد الأمريكية كثير بلاد، بس اليوم دبي هي محط الأنظار، إنه كل شيء واو أو كل شيء عظمي في تحدي بينها وبين الدول الآخر على الأشياء اللي إحنا بنقدر نوصلها في دبي. يعني مثلا الشغلات اللي بيسووها في دبي والتطور هذا بتعدها إنه صارت زوم، بتلاقي من كل العالم في دبي، كل رجال الأعمال اللي بده يستثمر أي شيء بتلاقيه في دبي. دبي كمان في نفس الوقت كمان عندي النقص، النقص هذا اللي ما عندهنش وقت مع نفسهن، ما عندهنش وقت لحالهن، صرنا زي عبارة عن أبليكاتيا اللي إحنا نشتغل عليها، صرنا زي الروبوت زي الآليات، صرنا زي الآليات نشتغل، ما عادش في عنا محطات، ما عادش في عنا نتواصل مع حالنا. لقيت هذا البلد هو اللي بحاجة لهيك شيء، إن كان مدارس إن كان مؤسسات وإن كان ناس، مش مهم أي إن كان، بس هذا الإشي حبيت فكرتي وحلمي اللي فكرت فيه وكان هدفي وشغفي إني أوصل هاي الفكرة لدبي، وإن شاء الله مستمر. طبعاً إحنا بنتمنى لك النجاح الدائم، وما هي ردود الأفعال الفعل التي تلقيتها حول المشروع إن كان في دبي يعني وإن كان في داخل البلاد؟ صراحة أكون معك صادقة جداً، ردود الفعل من دبي كانت كثير حلوة، كانت دائما دبي هيك فتحت ايديها للموضوع، بتحس هيك عينيهن حكيهن من بعد ما عرفوا وتعرفوا على الفكره، ان كانها فكرتي عن شني انا نقلت الشيء لدبي، ولا ان كانهن المحتوى اللي جبته اللي هو للسيدتين الرائعتين انيس وريم، هذا الشيء خلى الناس في زي في واو عن جد، كان في إعلاميات، كان في ناس اللي هي كمان عملت معها اللقاءات، اللي هالشي هذا حاز على كثير اهتمام. وبالنسبة لإلي إني أنا جبت الفكرة، كثير كان عندي ناس اللي هي بعثت لي على الخاص تواصلوا معي، ولليوم يعني عندي شعبية في دبي صار زي بالضبط هون. ومن هون كمان كان الإشي بعدنا إحنا صراحة ما فرجينا شو الفعاليات اللي عملوها وشو فكرتي كيف كانت وقديش وصلت في طريقة حلوة، أما صرت أسمع كثير من الناس اللي حابين يسمعوا عن هاي الفكرة، وبتمنى لكل إنسان حابب أي إشي وصله بتمنى له النجاح، لأنه أنا موجودة هون. إلى أي مدى يفيد مشروع مثل هذا برأيك لتطوير الأعمال ورجال وسيدات الأعمال؟ بالنسبة لسؤالك قديش بفيد رجال الأعمال وسيدات الأعمال عندنا هون في البلاد، كل شيء حابب أنت تطوره وتعطيه توسع نطاق التعرف على مشروعك أو على البزنس تبعك أو على الفكرة أو على أي شيء أنت بتخوضه كمهنة، إذا ممكن إحنا نطوره والنادي كمان هناك، ممكن نعمل إيفنت، ممكن نعمل دعاية للإماراتيين أو لدبي على أساس يتعرفوا على أي مشروع ممكن إحنا في الشركة هاي نواكبه زي ما واكبنا فكرة أيرام، وبتمنى للكل النجاح، إحنا هون موجودين. بدي أسألك عن حلمك، ما هو حلم منى لالا حلبي؟ والله
سؤالك حلو. حلمي اني اقدر ابني مؤسسة لكل انسان بحاجة لا يوصل فكرته او دعم لاي مشروع واي فكرة تيجي في باله، لاني انا بآمن في كل انسان وبآمن في كل فكرة ممكن احنا نطورها وممكن احنا نساعده انه يطورها او يوديها لابعد الاماكن. فيش حدود بالنسبة لمنى، فيش حدود. احنا كثير بنتمنى دائما الانسان ينجح في كل مزاياه، ان كانها بزنس او ان كانها فكر او ان كانها محتوى حلو اللي يبعث للبني ادم طاقات حلوه ونرجع لانسانيتنا الحلوه. يعطيك العافيه. منى، بدي اسال يعني انه انا اجري لقاء مع سيده، مع امراه عربيه درزيه، وبدي اسالك عن وضع المراه العربيه الدرزيه اليوم. اي المجالات دخلت، اي المجالات لم تدخل بعد؟ بفكر احنا كسيدات، انا بعتز وبفتخر اني سيدة من سيدات المجتمع، وعندنا سيدات مجتمع يعني بصورة انا بقول لك 99.9، كل واحد عندها محتوى بجنن. اللي ما وصلوش بعد يكونوا رؤساء مجالس، وانا بنصحنش عن جد، انا بنصحنش يكونوا رؤساء مجالس، بس بفكر فيش اشي ممكن يلاقوا صعوبات فيه سيداتنا. وحتى الصبايا اليوم بتحسن عندهم افاق عالي جدا، اللي هذا الاشي انا بعتز وبفتخر في كل سيدة في هاي البلاد، لانه هاي السيدة بتمثلني انا بمثلها. بدي اسألك هيك سؤال عنك، يعني في خضم هذا الشغل تبعك والتركيز من هون لهون والتحضيرات والتجهيزات وأشياء كثيرة بترافق شغلك، هل عندك وقت لممارسة هوايات؟ هل لديك هوايات معينة أيضا؟ أعمال، سؤالك حلو. الهواية اللي عندي طبعا، أنا هوايتي في المرتبة الأولى هي الرياضة. أنا بعمل دائما رياضة، بعمل سبورت والحمد لله بشترك فيه ماراثون. كان عندي ماراثون عندنا في البلد، الحمد لله أخذت فيه رقم الأول زي ما قالوها الرتبة الأولى، وهذا الإشي كثير بعث في هيك الارتياح وأعطاني كثير لقدام. والرياضة زي من مبدئي، وطبعا أنا بحب الهوايات، الموسيقى، بحب كل شيء حلو في الدنيا. هذا الإشي اللي بيعطينا الاستمرارية، الأشياء الحلوة دائما بتعطينا الاستمرارية يا عماد، وإن شاء الله نضلنا هيك إن شاء الله. الله يسمع منك. كلمة أخيرة تنهينا بها الحوار. بتمنى للكل طبعا، كل إنسان عنده هدف يآمن في حاله ويآمن في ذاته ووصله للكل، وبطلب من الله دائما حطنا في محل فيه أمن وفيه أمان.